افتتح وزير الأوقاف محمد مختار الجمعة مساجد الصفا والرحمة والنخيل بمدينة رأس البر، وذلك بمشاركة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ومحافظ دمياط منال عوض. يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لإنشاء وتجديد المساجد، حيث تم بناء مساجد رأس البر بتكلفة بلغت نحو 20 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وساهمت وزارة الأوقاف في توفير الفرش بها وتطوير مآذنها. من جانبها أعربت وزيرة الهجرة عن سعادتها لمشاركة وزير الأوقاف هذه الافتتاحات للمساجد الجديدة، موضحة أنها تعكس القيم المصرية الأصيلة.